بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الأسبوع سنأخذ المراجعة للباب الأخير في النظام الفصلي حاسب 6، يتحدث عن مهن وتخصصات الحاسب الآلي. سنتحدث عن بعض المواضيع التي تتعلق بمهن وتخصصات الحاسب الآلي. سنتطرق إلى الشهادات المعتمدة بالإضافة إلى التخصصات الجامعية، ثم سنعرج على المهن الخاصة بالحاسب الآلي للمتخصصين ولغير المتخصصين. ماذا سنتعلم في هذا الباب؟ بنهاية هذه الوحدة سنكون على معرفة بالشهادات الدولية في مجال الحاسب الآلي، وهي الشهادات المعتمدة على مستوى العالم. ثم سنعدد بعض أنواع الشهادات الدولية في مجال الحاسب الآلي، سيتمكن الطالب أو سنتمكن جميعنا من تعداد بعض أنواع الشهادات الدولية في مجال الحاسب الآلي، ثم سنحدد أهمية الوصول أو الحصول على هذه الشهادات. لماذا نحصل على هذه الشهادات؟ ما هي أهمية الحصول على هذه الشهادات في مجال الحاسب الآلي؟ ثم نتطرق إلى موضوع التخصصات الجامعية في مجال الحاسب الآلي. سنعدد أنواع التخصصات الجامعية الموجودة أو المتوفرة لدينا، ثم سنتطرق إلى موضوع المهن لمتخصصي الحاسب الآلي، ثم أيضا سنعدد بعض وظائف المتخصصين ووظائف غير المتخصصين بالحاسب الآلي ولكنهم يعتمدون في التشغيل على نظام أو جهاز الحاسب الآلي. أهمية الحديث عن هذا الموضوع: ينظر الكثيرون إلى كل متخصص في الحاسب نظرة شمولية. هذه مشكلتنا، أنه نظر المجتمع إلى المتخصص في الحاسب هي نظرة شمولية، يعتقدون أنه كل شخص متخصص في الحاسب هو ملم بكل شيء في الحاسب الآلي، وهذا مستحيل. كما أن للطب تخصصات، فأيضا للحاسب تخصصات، إذ أن موضوعات الحاسب كثيرة جدا متنوعة وتنمو سنويا نتيجة إيش؟ نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده الحاسب في عصرنا الحالي. فلو جينا نقارن بين مثلا تخصصات أو تخصص الطب وتخصص الحاسب الآلي، سنجد أن هذين التخصصين يتقاربان في هذه الجزئية، حيث أن التخصص الطب يتفرع إلى عدة تخصصات: طب العيون، طب الأسنان، طب العام، وطب التخصص الباطنية إلى آخره، الجهاز التنفسي إلى آخره. أيضا الحاسب الآلي عدة علوم، عدة تخصصات، من ما يتحدث عن البرمجة، من ما يتحدث عن النظم، من ما يتحدث عن الهندسة، من ما يتحدث عن الشبكات إلى آخره، فهي أيضا عدة تخصصات. فلا يمكن أن يكون الشخص ملم بجميع هذه التخصصات اللي موجودة لدينا، وهذا سنعرفه في الشرائح القادمة. في البداية سنأخذ الشهادات العالمية في الحاسب. لا يخفى على أحد التوسع الكبير في الحاسب تقنية المعلومات في جميع دول العالم في شتى مجالات الحياة، والتي منها سوق العمل. إذن الشهادات العالمية ظهرت نتيجة لمتطلبات سوق العمل. نتيجة لذلك ظهر احتياج سوق العمل إلى وجود معايير متعددة ومحكمة تقيس مهارات الحاسب الآلي. إذن الشهادات العالمية الهدف منها هو قياس مهارات الشخص في الحاسب الآلي، فأصبحت هذه الشهادات معتمدة وأيضا لها معايير محكمة فتقيس مدى مهارة الشخص في استخدام الحاسب الآلي، وبالتالي ترشيح الشخص هذا إلى الوظيفة والترقية إلى آخره. الشهادات العالمية في الحاسب الآلي: هناك نوعان من الشهادات العالمية التي تمنح في مجال الحاسب الآلي. طيب، إذا الآن لما نتحدث عن الشهادات العالمية، نحن نتحدث عن نوعين موجودة لدينا متوفرة حاليا. النوع الأول وهي الرخص الدولية والشهادات التخصصية. الآن عندنا نوعين من الشهادات العالمية، النوع الأول هو الرخص الدولية، والنوع الثاني هي الشهادات التخصصية. سنتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع بنبذة بسيطة. الرخص الدولية تهتم بالمهارات الأساسية،
التطبيقات الأساسية. يعني الرخص الدولية تتحدث أو تهتم بمهارات عامة وأساسية لقيادة أو للحاسب الآلي. التخصصية تختلف عنها، فهي تهتم بتخصص واحد، ويكون حامل هذه الشهادة خبرته عالية جدا في هذا المجال. فمثلا لو حصل شخص على شهادة في مجال الشبكات فهو متخصص للشبكات وبدقة عالية جدا. أينما الرخص الدولية، أو إنما الرخص الدولية فهي تتحدث عن مهارات عامة وتطبيقات أساسية للحاسب الآلي، فلا يمكن الحكم على شخص بأنه متخصص في مجال معين. إذن هذا الفرق بين الرخص الدولية وبين الشهادات التخصصية. إذن نفس الحديث، تهتم الرخص الدولية للمهارات الحاسب الآلي بمهارات الحاسب وتطبيقاته الأساسية. إذن الرخص الدولية هي مفاهيم أساسية لتقنية المعلومات والحاسب الآلي، وهي مفاهيم أساسية لتقنية المعلومات، استخدام الحاسب الآلي والملفات، معالجة النصوص، جداول البيانات، العروض التقديمية، والمعلومات الاتصالات وقواعد البيانات. إذن هذه مواضيع هي مواضيع الرخص الدولية. فلو نلاحظ الآن، جميع هذه المواضيع هي مواضيع أساسية، وهي مواضيع عامة، ما لا يوجد فيها أي تخصص. فهذه المواضيع هي مواضيع الرخص الدولية، هي مواضيع الرخص الدولية. إذن هناك جهتان تشرفان على منح هذه الرخص. الآن نبدأ نتحدث عن الرخص بالتفصيل. هناك جهتان تشرفان على منح هذه الرخص، وهي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، أو ما يطلق عليها بالـ ICDL، مملوكة ومنسقة من قبل مؤسسة الرخص الأوروبية، وهي تنظيم غير ربحي في دبلن في إيرلندا. إذن هذه أو هذه الرخصة الدولية لقيادة الحاسب هي مملوكة من مؤسسة الرخص الأوروبية، وهي تنظيم غير ربحي في إيرلندا. الجهة الأخرى هي شهادة كامبريدج الدولية في مهارات وتقنية المعلومات. هذه الشهادة تمنح من قبل هيئة امتحانات كامبريدج الدولية، وهي جزء من جامعة كامبريدج، وهي جزء من جامعة كامبريدج. إذا عندنا الرخص الدولية الآن كم قسم أو كم نوع؟ نوعين: الرخص الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL، وشهادة الكامبريدج اللي موجودة الآن أمامنا. هذه المؤسستين هي مسؤولتان عن الرخص الدولية. ننطلق الآن إلى الموضوع الآخر، وهو الشهادات التخصصية الدولية. الشهادات التخصصية الدولية، عند الحديث عن هذه الشهادات فيجب أن نتطرق إلى جزئية بسيطة، وهي أن هذه الشهادات هي متخصصة في مجال معين، متخصصة في مجال معين، مجال هندسة الشبكات، مجال صيانة الحاسب، أمن وحماية الشبكات، قواعد البيانات. جميع هذه المجالات هي مجالات متخصصة في الحاسب. هذه الشهادات تمنح من قبل جهات غير ربحية، أيضا قد تمنح من جهات ربحية، وهي مهارات المستوى الأساسي بتقنية المعلومات مثل مايكروسوفت أو سيسكو أو أوراكل أو نوبل. هذه الجهات أو منظمات هي منظمات ربحية، وتمنح أيضا شهادات تخصصية، وتمنح شهادات تخصصية. الشهادات الصادرة من منظمة الكم TIA، طبعا هذه المنظمة هي منظمة تجارية لكنها غير هادفة للربح طبعا، لكنها أكيد أنه تجارية، يعني تقوم على يعني الحصول على الأموال حقت الاشتراك والحصول على هذه الشهادات من أجل تحديث مناهجها وتطوير البنية التحتية لها. تقوم المنظمة بتحديث مناهجها باستمرار، وتقريبا كل 3 سنوات لمواكبة مستجدات التقنية. يضطر الحاصلين على الشهادات هذه إلى تجديد شهاداتهم باستمرار من أجل تجديد هذه الشهادة، عن طريق الدخول لاختبار تجديد الشهادات، اختبار تجديد الشهادات. طبعا يكون أسهل من الاختبار السابق، لكنه قد يتطور في بعض النقاط. الآن نأخذ الشهادات الخاصة في هذه المنظمة، وهي منظمة الكم TIA. هناك عدة شهادات، وهي 4 تقريبا شهادات سنأخذها الآن، وسنتحدث عن كل مجال منها. أول شهادة اللي هي A بلس، وهذه الشهادة مجال العمل فيها فني الصيانة، وفني الصيانة معروف
يعني عن ماذا سيتحدث في موضوعات الشهادة؟ ستكون موضوعات الشهادة عن صيانة أجهزة الجهاز الحاسب الآلي أو الكمبيوتر، بالإضافة إلى الأجهزة النقالة وتثبيت وصيانة أنظمة التشغيل ومبادئ الشبكات. إذن موضوعات الشهادة ستكون صيانة الأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة النقالة، بالإضافة إلى تثبيت أنظمة التشغيل وصيانتها. إذن هذا الـ A بلس. الشهادة الأخرى وهي نيتورك بلس، فني الشبكات، سيكون مسؤول أو سيقوم هذا الشخص الملتحق بهذه الدورة بدراسة موضوعات تركيب وتشغيل وإدارة الشبكات والمحافظة على أمن الشبكات. إذن سيقوم هذا الشخص الملتحق بهذه الدورة في موضوعات الشهادة بدراسة تركيب وتشغيل وإدارة الشبكات والمحافظة على أمن هذه الشبكات. Security Plus، هذه الشهادة هو أو هذا المجال العمل فيها فني أمن المعلومات. ستكون موضوعات الشهادة عن أمن الشبكات، عن التشغيل الآمن، وعن التهديدات ومواطن الضعف والقوة في الشبكات، بالإضافة إلى التشفير ومواضيع التشفير. آخر شهادة عندنا اللي هي بروجكت بلس، إدارة مشروعات تقنية المعلومات، هذا مجال العمل. سيكون أو ستكون موضوعات هذه الشهادة عن خبرة في الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مهارات التخطيط والتواصل مع فريق العمل. بما أننا نتحدث عن مشروع فهو بروجكت، فهو فريق عمل، فسيكون هذا المجالات هنا ستتحدث عن مهارات التحليل والتخطيط والتواصل مع فريق العمل. الشهادات الصادرة من شركة مايكروسوفت. شركة مايكروسوفت هي شركة دولية ورائدة في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، تنتج الكثير من البرامج وتقوم بعملية ترخيص لها، بالإضافة إلى إنتاج أنظمة التشغيل وبناء وإدارة قواعد البيانات. جميع البرامج اللي مشهورة لدينا كلها برامج مايكروسوفت، سواء الأوفيس سواء الويندوز إلى آخره. تمنح مايكروسوفت شهادات مختلفة، هذه الشهادات تحدد مدى إتقان العمل على البرامج التي تنتجها الشركة. فرضا أنا مايكروسوفت أنتج ويندوز، فأنا أقوم بعمل دورة ووضع شهادات لهذه الدورة عن مدى إتقان هذا الفرد أو هذا الشخص الملتحق بالدورة لنظام ويندوز، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى. وقس على ذلك جميع البرامج التي تنتجها الشركة تقوم بعمل اختبارات لها وإصدار شهادات خاصة فيها. مايكروسوفت لديها عدة شهادات، سنتحدث عن هذه الشهادات على عجالة. عندنا شهادة الـ MCSA. موضوعات الشهادة هذه ستتحدث عن إدارة الشبكات، عن إدارة الشبكات باستخدام أنظمة التشغيل الخاصة بالشبكات لمايكروسوفت، وهي ويندوز سيرفر، بالإضافة إلى SQL سيرفر. إذن هذه الشهادة تختص بالشهادات بالشبكات، موضوعاتها ستتحدث عن أنظمة تشغيل وإدارة الشبكات، أنظمة تشغيل وإدارة الشبكات. الشهادة الثانية وهي الـ MOS، ستتحدث عن استخدام تطبيقات الأوفيس، استخدام تطبيقات الأوفيس. نلاحظ مايكروسوفت أوفيس، فستتحدث عن تطبيقات الأوفيس بالإضافة إلى تطبيقات الحوسبة السحابية أوفيس 365، وهي أيضا نظام أوفيس لكنه تطبيق سحابي. آخر شهادة تمنحها مايكروسوفت وهي MCDBA، هذه تتحدث عن قواعد البيانات كما نلاحظ Database، فإدارة قواعد البيانات. مواضيع هذه الشهادة ستكون عن تصميم وإدارة قواعد البيانات باستخدام أنظمة مايكروسوفت، باستخدام أنظمة مايكروسوفت. طبعا عندنا أنظمة مايكروسوفت، في عندنا SQL Server مايكروسوفت، فعندنا بالإضافة إلى ويندوز سيرفر، هذه أنظمة قواعد البيانات اللي موجودة عندنا. المنظمة الأخرى أو الأخيرة لدينا في الشهادات التخصصية هي سيسكو. طبعا سيسكو هي الأولى عالميا في مجال شبكات الحاسب، فما أننا نتحدث عن شبكات الحاسب فشركة سيسكو هي الأولى عالميا في مجال شبكات الحاسب. تنتج هذه الشركة أجهزة موجهات راوتر ومقسمات خاصة بها ذات علاقة بالأنظمة التي تنتجها. تقدم شهادات عالمية في مجال الشبكات والأجهزة التي تنتجها. إذن هذه الشركة تقدم لنا شهادات، هذه الشهادات خاصة بالأجهزة، بالإضافة إلى
بالأجهزة والشبكات التي تنتجها الشركة. مقسمة على ثلاث مستويات، مقسمة على ثلاث مستويات: مبتدئين، محترفين، خبراء. تمنح مجموعة من الشهادات التي يمكن الحصول عليها بعد تجاوز عدد من الاختبارات. إذا السيسكو أو شركة سيسكو تعطينا ثلاث مستويات وتمنح ثلاث شهادات. هذه الثلاث مستويات هي المبتدئين والمحترفين والخبراء. جميع هذه المستويات في مجال شبكات الحاسب. سنأخذ هذه الشهادات ومجال العمل بالإضافة إلى الموضوعات. CCNT هذه الشهادة للمبتدئين، عمليات شبكة البيانات، تنفيذ الربط للشبكات الصغيرة، معالجة البيانات، معالجة العناوين الاي بي، خدمات لفروع المكاتب الصغيرة، تنفيذ التوجيه للشبكة الصغير، الشبكات المحلية اللاسلكية، تأمين شبكات الاتصال. إذن الخدمات البسيطة أو المبتدئة في مجال الشبكات سيمكن الحصول عليها في هذه الشهادة، وهذه مواضيعها الخاصة فيها. جميع المواضيع التي يتم دراستها هي مواضيع بسيطة ابتدائية أو مبتدئة في مجال الشبكات. يمكن لحامل هذه الشهادة التعرف على الشبكات بشكل مبسط. CCNP هذه الشهادة هي للمحترفين. نلاحظ وجود كلمة بروفيشنال نتوركينج، فهي لمحترفي الشبكات. هذه الشهادة تعطينا كمية البيانات المحملة على الشبكة بالإضافة إلى دخول الشبكات عن بعد وأمن الشبكات. في هذه الشهادة سيتم دراسة أمن الشبكات بالإضافة إلى دخول الشبكات عن بعد وزيادة كميات البيانات من عدمها على هذه الشبكة. CCIE وهذه الشبكة، هذه المجال هو للخبراء اكسبيرت. طبعا لو نلاحظ عندنا مجال الشبكات او مجال الخبراء، يجب على حامل هذه الشهادة الالمام بجميع موضوعات الشبكات. يجب على حامل هذه الشهادة الالمام بجميع الموضوعات الخاصة بالشبكات، فيتم في هذه الشهادة دراسة جميع المواضيع من المبتدئين والمحترفين الى ان يصل الى مجال الخبراء. إذا يصل إلى مجال الخبراء. بهذا نكون انتهينا من الجزء الأول الخاص بالشهادات العالمية في الحاسب الآلي. ننتقل الآن إلى التخصصات الجامعية. نظرا لأهمية الحاسب، فقد أصبح في معظم الجامعات كلية للحاسب الآلي. وبما أن موضوعات الحاسب متشعبة أصلا ومتنوعة كما سبق ذكرها، فهي خمس تخصصات رئيسية، خمس تخصصات رئيسة للحاسب الآلي، وهي هندسة الحاسب، علوم الحاسب، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، وهندسة البرمجيات. سيتم شرح جميع هذه التخصصات كل على حدة، مرور على هذه التخصصات وأهمية هذه التخصصات. هندسة الحاسب، هذه الهندسة أو هذا التخصص يجمع بين تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتخصص الحاسب. إذن هو يجمع بين تخصصين، وهي تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتخصص الحاسب الآلي. وبالتالي فهو يهتم بأجزاء الحاسب المادية كالمعالج، الذاكرة، اللوحة الأم، الدوائر الكهربائية، بالإضافة إلى أنه يهتم ببناء الأنظمة والبرامج التي تعمل بتوافق وتناغم تام. إذن هذا التخصص يهتم بالمكونات المادية بالإضافة إلى المكونات البرمجية التي تجعل هذه المكونات المادية تعمل. هذا مجال هندسة الحاسب، وهو يجمع بين الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتخصص الحاسب. إذن هذه باختصار هندسة الحاسب. علوم الحاسب، يتميز هذا التخصص بأن له شعبية كبيرة ومطلوب في سوق العمل بشكل كبير. إذن هذا التخصص وهو الأشهر ومطلوب بسوق العمل بشكل كبير. ليش؟ لأنه يهتم بدراسة برمجيات الحاسب وتطويرها. هذا التخصص يهتم بدراسة البرمجيات وتطوير هذه البرمجيات، فهو يقدم حلول برمجية وفعالة لحاجات المؤسسات والشركات. إذن أنا لما أعمل في شركة ومؤسسة أحتاج إلى شخص ملم بالبرمجيات بحيث أنه يقدم لي الحلول أثناء عمل هذه البرمجيات، بالإضافة إلى الإشراف عليها وتطويرها. بالإضافة إلى الإشراف عليها وتطويرها. نظم المعلومات، هذا التخصص يجمع بين الحاسب والإدارة. إذن هذه جزئية مهمة جدا في هذا التخصص، فهو يجمع بين تخصص الحاسب وتخصص الإدارة، فهو يلبي احتياجات المؤسسات والشركات والإدارية والتنظيمية بإيجاد حلول تقنية لأنظمتها ومشكلاتها تتسم بالفعالية. إذا نظم المعلومات هو تخصص يجمع بين الحاسب والإدارة. هذا التخصص يتسم بالفعالية والكفاءة العالية،
فهو يجعل التخصصات الأخرى أو المجالات الأخرى تقوم بعمل جبار جدا في عملية إدارة شؤون الموظفين، الحضور والانصراف، إدارة المخزون إلى آخره. تقنية المعلومات. تقنية المعلومات، يشير مصطلح تقنية المعلومات إلى علم الحاسب بشكل عام، إلى علم الحاسب بشكل عام. ولذلك نجد أن في كل شركة أو مؤسسة قسم يسمى بتقنية المعلومات. جميع الشركات لديها هذا القسم الخاص بالاي تي، ويطلق عليها الاي تي. اما تقنيه المعلومات كتخصص فهو علم يهتم في بناء تكامل بين المعدات الحاسوبيه والبرمجيه واحتياجات المستفيد في الانشطه الانسانيه والاجتماعيه الى اخره. فهو في جميع التخصصات سواء في الصحه، في التعليم الى اخره، يوجد هناك شخص متخصص في الاي تي او في تقنيه المعلومات يجعل هذا العمل يتواكب مع العمل الحاسوبي من اجل تلبيه احتياجات المستفيد بشكل كبير. هندسة البرمجيات، يهتم تخصص الهندسة بإنتاج وصيانة أنظمة وبرامج متقدمة ذات قدرات عالية ومعقدة. إذا هذا التخصص يهتم بإنتاج وصيانة الأنظمة ذات البرامج المتقدمة والمعقدة، فهو يكون هذا المجال أو مجال العمل في هذا التخصص مجال جماعي ليس فردي، لأنه يهتم بالأنظمة المعقدة. وعندما نتحدث عن أنظمة معقدة فمن الطبيعي جدا أنها ليست عمل فرد واحد، إنما هي عمل مجموعة من الأفراد أنتجوا هذه البرمجيات والأنظمة، بحيث يعد بناء البرامج الكبرى كمشروع هندسي، ويستخدم في ذلك الأدوات التي يستخدمها المهندسون في بناء البرامج. ننتقل إلى الباب أو القسم الآخر من هذه الوحدة، وهي وظائف الحاسب الآلي. هناك نوعين من الوظائف، وظائف للمتخصصين ووظائف لغير المتخصصين. نبدأ بوظائف المتخصصين. أولا، ممكن أن يكون هناك وظيفة مبرمج. وش وظيفة المبرمج؟ يقوم المبرمج بكتابة البرامج باستخدام لغة برمجية معينة، ويكون لديه إلمام كامل بهذه اللغة، إلمام كامل بهذه اللغة. الوظيفة الأخرى، ممكن أن يكون هناك وظيفة محلل ومصمم للنظم عند الشروع في تطوير أي نظام حاسوبي، وهذه يعني للجميع. هناك مرحلة تسمى مرحلة التحليل، هذه المرحلة تكون على الورق بعيد كل البعد عن الحاسب الآلي، تحديد المتطلبات واحتياجات المستفيد، التخطيط، هذه المرحلة يقوم فيها محلل النظم. بعد ذلك يأتي دور مصمم النظم، وهو وضع التصميم الكامل للنظام على الحاسب الآلي. أخصائي قواعد البيانات، أخصائي قواعد البيانات هو مسؤول عن بناء وتطوير وإدارة وصيانة قواعد البيانات. هو مسؤول عن بناء وتطوير وإدارة وصيانة قواعد البيانات، غالبا ما يحمل شهادة متخصصة في أنظمة قواعد البيانات المعروفة، هذا في الغالب. مهندس الحاسب، أعماله بناء وتطوير الأجهزة المادية لجهاز الحاسب الآلي. إن عمل مهندس الحاسب هو بناء وتطوير الأجزاء المادية لجهاز الحاسب الآلي والشبكات وأنظمة التحكم الرقمي والإشراف على التشغيل والصيانة، هذا عمل المهندس. هناك أيضا وظيفة فني حاسب. ما هو عمل فني الحاسب؟ هو يقوم بتهيئة أجهزة الحاسب للعمل، وتحميل أنظمة التشغيل والبرمجيات المطلوبة، وتجهيز الأجهزة والملحقات كالطابع. إذا عمله هو ضمان سير العمل دون خلل، تجهيز الأجهزة، تركيب الأنظمة، تركيب البرمجيات، تجهيز الملحقات، هذا عمل فني الحاسب الآلي. فني الشبكات، هو المسؤول عن تركيب وتشغيل صيانة الشبكات التي تربط الحاسب الآلي. هذا الفني من اسم الوظيفة، هو مسؤول عن تركيب وصيانة تشغيل الشبكات الحاسب الآلي. فني تصميم وإدارة المواقع، ما هي وظيفة هذا الفني؟
وظيفة هذا الفني هو يقوم بتصميم وإدارة قواعد مواقع الشبكة العنكبوتية والإشراف عليها. إذن هو يقوم بتصميم المواقع والإشراف على هذه المواقع. معلم ومدرب الحاسب الآلي، معلم ومدرب الحاسب الآلي يقوم بنشر الوعي العلمي وثقافة الحاسب في المجتمع، أيضا يقوم بمهمة تعليم وتدريب الناس على تقنية الحاسب الآلي. مسؤول أمن المعلومات، مسؤول أمن المعلومات هو الشخص يتولى سير المعلومات داخل القطاع، هو الشخص يتولى سير المعلومات داخل القطاع والمحافظة على سرية هذه المعلومات، ويحمل شهادة جامعية في مجال تخصص علوم الحاسب. الآن ننتقل إلى وظائف غير المتخصصين. قد يكون هناك أشخاص لا يحملون شهادات حاسب آلي ولكن يعملون على أجهزة الحاسب الآلي. سيأتي الآن التحدث عن هذه الجزئية. مصمم بالحاسب، يقوم هذا المصمم بتصميم بأعمال التصميمات الهندسية المختلفة والمعمارية باستخدام الحاسب. إذا ماذا هذا الشخص المصمم بالحاسب، ما هو تخصصه؟ هو مهندس معماري، هو مهندس معماري، لكن هذا المهندس المعماري يقوم بأعمال التصميمات الهندسية والمعمارية باستخدام جهاز الحاسب الآلي على برامج التصميم. الناشر الإلكتروني يقوم بإعداد الوثائق والصحف والمؤلفات التي تحوي نصوصا ورسوما باستخدام الحاسب. الناشر الإلكتروني هو عبارة عن شخص يطلق عليه الكاتب، يقوم بالكتابة ولكن عن طريق الحاسب الآلي. فني رسم بالحاسب، يتولى هذا الفني إخراج الرسوم المعمارية والهندسية والفيديوية باستخدام الحاسب الآلي، وهو شخص قد يكون تخصصه فني بحت ولكنه يعمل على جهاز الحاسب الآلي من أجل إنجاز هذه الأعمال. مشغل أجهزة معتمدة على الحاسب، هذا المشغل هو شخص يقوم بتشغيل الأجهزة التي تعتمد على الحاسب الآلي في تشغيلها، مثل الأجهزة الطبية، مثل أجهزة الاتصالات، مثل أجهزة التحكم بالمصانع. جميع هذه الأجهزة تعتمد على الحاسب الآلي، ولكنها ليست أجهزة حاسب، أو ليس هو الشخص المتخصص في الحاسب، هو شخص متخصص في مجال آخر ولكنه يعمل على هذه الأجهزة التي تعتمد في عملها على الحاسب الآلي. إداري مستخدم للحاسب، أي إداري يعمل على الحاسب الآلي سواء على برامج معالجة النصوص أو أعمال المحاسبة أو كتابة المخزون أو العمل مباشر على برامج موجودة على الإنترنت، هذا يطلق عليه الشخص إداري، وقد يحمل شهادات إدارية بحتة ليس لها أي علاقة في الحاسب الآلي ولكنه يعمل على أجهزة الحاسب الآلي كشخص غير متخصص. سنتحدث في الجزئية الأخيرة عن التدريب اللي موجود في كتاب الطالب وموقع الرخصة الدولية. سنقوم بالدخول على هذا الموقع و يعني أخذ نظرة شمولية لهذا الموقع. هذا الموقع أمامنا موقع الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. في هذا الموقع يمكنك ترشيح الـ ICDL بالإضافة إلى جهات التوظيف المعتمدة. هناك بعض التخصصات الموجودة بالإضافة إلى التحقق من شهاداتك التي حصلت عليها، اختبار مهاراتك، وقد تقوم بالدخول على اختبارات الموجودة من أجل اختبار مهاراتك وتحديد مهاراتك. هذه جميع الاختبارات اللي موجودة عندك، جميع التخصصات اللي موجودة، سبق اختبار الدخول على اختبار مهارات الأساسية الحاسب، شهادات المهارات الإنتاجية التطبيقية التواصل الاجتماعي إلى آخره. ممكن الدخول على أي اختبار من هذه الاختبارات ومعرفة مستواك، بعد ذلك اتخاذ القرار من أجل الالتحاق بالدورة أو الاختبار مباشرة والحصول على شهادة الرخصة الدولية، شهادة عالمية يمكن الاستفادة منها، يمكن الحصول عليها من موقع معتمد بالإضافة إلى أنها شهادة معتمدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وفق الله الجميع لكل خير. نتمنى أن يكون المعلومات واضحة للجميع. وفق الله الجميع.